استفرايات الثانية واحدة يا إذا تنطلق اليوم هذه القافلة التضامنية إلى مدينة تايودنت واللي غتضمن فيها 10 ديال الدواوين إن شاء الله. هذه الحملة اللي انطلقت ابتداء من ليلة يوم الأحد إلى يومنا هذا واللي كتحمل 4 ديال الشاحنات. هاد الشاحنات اللي مملوئين بما يتطلبه الموقف، موقف الزلزال العنيف اللي ضرب هاد المدن المغربية. هاد الشاحنات اللي كتحمل المواد الغذائية، الأفرشة، البطانيات، الأدوية، الكراسي المتحركة، الملابس الجديدة، جميع المواد الغذائية، جميع متطلبات الأطفال اللي كوش، مهم أي حاجة جات على البال، يعني الأواني ديال المطبخ، أي حاجة جات على البال إلا وتحمله هذه الشاحنة. وطبعا نقطة كتحمل الود، يعني بفضل التضامن ديال المجتمع المدني بمدينة طنجة والشباب ديال مدينة طنجة، استطعنا في خلال هذه الأيام أن نملأ 4 شاحنات بكل ما طلبوه منا يعني في تلك القرى المنكوبة. كلش مجموعة ديال الشباب ديال طنجة اللي اجتمعنا في هذه المبادرة اللي إن شاء الله غنساهموا فيها مع الإخوان ديالنا اللي تعرضوا للزلزال بإقليم تايودنت. كنتمنى هذه المبادرة أنها تزيد تعمم وتمشي في اتجاه ديال الإيواء، لأن حسب المعلومات اللي كتجي من المراكز ديال الإيواء أن كاين خصص كبير في الخيمة، وخصوصا أننا مقبلين الآن بفصل الشتاء اللي غيكون محتاجين فيه الضحايا ديال الزلزال الخيمات وكذلك الأفرشة والبطانيات. كنشكروا جميع المبادرين واللي ساهموا في هذه المبادرة، وكذلك كنتمنوا لهم يعني وصول امن للمنطقه ديال توزع. مالاغا حنا كجاليه مغربيه جينا نتضامنوا مع اولاد بلادنا، طبعا جمعنا تبرعات من الجمعيه الباكستانيه في مالاغا وفي كوردوبا، وبعض المغاربه ديالنا هما تبرعوا معنا، شرينا 49 خيمه ديال 4 اشخاص، عندنا 3 كبارين وعندنا واقيلا شي 15 ديال 2 اشخاص. نتمنوا هذا الشيء ينفع بلادنا وينفع الوطن ديالنا، ونطلبوا انها تكون صدقه مقبوله ان شاء الله. كم حكيم حسين من كوردوبا، احنا جينا نعاونوا ونساهموا مع الاحباب ديالنا والاخوان ديالنا المغاربه. تمكنا نجمعوا بعد تقريبا 60 خيمه وثلاثه مواطر ضد الضوء وبعض الادويه والحمد لله. ودابا ان شاء الله احنا ماشيين ان شاء الله حتى مدينه تايودنت باش نتواصلوا مع الاخوان ديالنا، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يقبل منا العمل ويتقبل هذه الصدقه. وكنوجه الشكر هذاك كل الاخوان اللي تبرعوا معنا من كوردوبا ومن سيبيا ومالاغا ستيبونا، كنشكرهم جزيل الشكر. وكذلك كنشكروا الجمعيه الباكستانيه بمالاغا. ان شاء الله احنا اليوم غنعملوا عمل تطوعي مع خالتو خديجه الدادي مع جمعيه الرساله. ان شاء الله اليوم ان شاء الله نشوفوا الطريق ونوصلوا عند الاخوان ديالنا اللي مساكم متضرين بسبب الزلزال، غنكونوا ان شاء الله معاهم كعائله ونحسوهم باللي كل شيء فايت، وان شاء الله نعاونوهم وندخلوا عليهم ابتسامه ان شاء الله يا ربي. غنمشيو ان شاء الله لمنطقه تايودنت باش نوصلوا المساعدات اللي كنا كنجمعوا هاد السيمانه هذه كامله،
ماشيين باش نساندوا العائلات الضحايا ونكونوا معهم في هذه الازمه، ازمه وطن. المواد الاساسيه حاليا بما ان القوافل الكامله الاخرى اللي مشات دات المواد الغذائيه، احنا ركزنا بزاف على البطانيات، الخيمات، لي باليت، الحوايج، الحوايج الشتاء، الحوايج ديال هذا الوقت دابا، صبابط، سبادرينات وداكشي، والادويه وسورتو عاوتاني الاواني ولا ديك الاثاث المنزلي الى اخره.